الله وبركاته. ركله اليوم من ضمن الركلات المهمه جدا، ركله دبل كيك. طبعا عشان طبعا ركله من ضمن الركلات الهوائيه، نحاول نتعلم ركلها قبلها. ركله راوند هاوس ايه؟ ها كيك. ها كيك. اوكي ركله راوند هاوس ها كيك. ماشي. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا هضرب، هعمل ركلتين وانا في الهواء. اوكي الركلتين هيكونوا عباره عن ايه؟ راوند هاوس كيك. بمعنى وانا واقف نشوف التكنيك الاول، تطلع اول حاجه الرجل اضعف بعد الرجل اقوى. ها واحد اهوت، انزل اثنين. اوكي ها اسرع شويه اهوت، واحد اثنين. انط انط بالقفزه الثانيه، اعمل قفزه. انط انط دي كلمه مصريه، ما تركزوا معي، اعمل جامب. اوكي يبقى 1 ها 2. طيب الاثنين في الهواء بس على طول مجرد ما راحت 1 2 بس رايحه ازاي؟ يور دايركشن، اتجاه رجلك. في ناس تعمل كده 1 2 لا تبقى خبط، تبقى ركله ثاني. اوكي فانت الركله رايحه ازاي؟ ها ادي 1 ها 2. طيب اسرع كي كي. وانت بتجري بقى عشان ما تكونش صعبه معاك. في ناس لا لحظه، في ناس وهي بتجري تعمل ازاي؟ ها كده لا، وانت بتجري بتحاول رجلك تسحبها للامام. يعني وانا بجري الرجل الاولى اهي 1 2 اوكي ها شوف الركله كي كي. يلا يا احمد على اوكي. طبعا بقى في الفايت فانا الركلتين بجيبهم بسرعه. اوكي لاما شمال يمين، لاما ايه يمين شمال. اوكي ركله دبل كيك، تعالى قبل ركله هاوند هاوس كيك. وزي ما قلنا كتير نتقن الركلات الارضيه علشان نعرف نتقن الركلات الهوائيه. ربنا يوفقكم يا رب، عشان انتظروا عشان يا رب تتابعوا المزيد من الفيديوهات المستقبليه ان شاء الله. نعمل اشتراك القناه وننشر الفيديو في كل مكان. هاي هي، السلام عليكم.